ثم إيتاء الزكاة. ومعنى إيتاء الزكاة، انتبه انتبه في معنى إيتاء الزكاة، أكثر الناس لا يفهمه. إيتاء الزكاة أن تعطيها لمستحقيها طيبة بها نفسك، هكذا فسرها الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره، وفسرها العلماء على حد قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن معاوية الغاضري رضي الله عنه عند أبي داود والبيهقي بإسناد جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من طعمهن فقد طعم طعم الإيمان، أو من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان. قال: وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه في كل عام. انظروا إلى جمال هذا الحديث وروعته. فلا يجوز أن تعطي الزكاة وأنت كاره، لأن الله لا يقبل منك هذا والعياذ بالله. فلذلك لا بد أن تعطيها ونفسك راضية، نفسك متبسمة. الآن كثير من الناس يبخلون بالزكاة أو يدفعونها بغير الرضا، بالكراهية. كلا، لا يجوز هذا ولا يصح هذا. كما تحب الصلاة تحب الزكاة، كما تحب الصيام تحب الزكاة، كما تحب الحج والعمرة تحب الزكاة. هذه فريضة دينية شرعية، والزكاة عبادة وليست عقوبة، ليست عقوبة، إنما هي عبادة من أجل العبادات، عبادة قلبية قبل أن تكون عبادة فعلية.